السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة سولا قرى اسكندرية شاطئ النخيل. بنقدم لحضراتكم النهاردة عرض جديد ومميز جدا، شقة في موقع مميز بتطل عندي على شارع عمومي، تصلح للسكن الدائم طول العام، واجهة بحري. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ مع بعض العرض. شايتنا اللي فيها العرض، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله تبارك الله، ربنا يا رب يكرم ويبارك لصاحب النصيب. دي هنا عندي طرق التوزيع، بتدخلنا على غرف النوم والحمام، وصادنا هنا موجود عندي اول غرفة نوم، كبيرة وممتازة ما شاء الله، متشطبة عندي كويس جدا، تشطيب جبسون بورد، وتبص عندي هنا على الشارع. جنب منها وشاطر موجودة عندي هنا الغرفة التانية، متشطبة عندي برضو كويس جدا، وتبص برضو عندي هنا على الشارع. على من هنا موجود عندي الحمام، وصادنا هنا موجودة عند الريسبشن، موجود فيه مطبخ أمريكاني. الريسبشن عندي كبير ما شاء الله، متقسمة عندي، متشطب كويس جدا، تشطيب جبسون بورد، ديكورات سي إن سي. بنطلع نبص مع بعض، عندنا هنا على البلكونة نشوف طرق الشارع، تراس رائع وكبير ما شاء الله. طلع عندي ممتازة هنا على شارع عمومي، شارع عرضه 12 متر. موجود عندي هنا السوق التجاري والخدمات العامة داخل القرية. الموقع ما شاء الله سكني، يصلح للسكن الدائم طول العام. روت ريسبشن عندي هنا من زاوية تانية. وبكده العرض بتاعنا يكون قد اكتمل، ونتكلم مع بعض على تفاصيل وحدتنا بالكامل. بسم الله الرحمن الرحيم، عرضنا النهارده من قناة سول عقارات في اسكندرية شاطئ النخيل، شقة مميزة جدا بتطل عندي على ناصية الشارعين في موقع مميز وعلى شارع عمومي، تصلح للسكن الدائم طول العام، مسجلة في جمعية 6 اكتوبر التعاونية للبناية والسكن والتعمير، وكملت الاعداديات كهرباء ومية زي ما احنا عارفين، بنستلم اخر فواتير بتاريخ اليوم. المساحة الاجمالية للشقة 90 متر، السعر 650 ألف جنيه كاش، والسعر قابل للتفاوض، السعر بالدولار 10,000 دولار. ما شاء الله عرضنا كويس ومميز جدا جدا، وربنا يا رب يكرم ويبارك لصاحب النصيب. نشوفكم ان شاء الله على خير في شقة جديدة وعرض جديد وعقار جديد مع قناة سول عقارات في اسكندرية شاطئ النخيل.